أعزائي المشاهدين برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح من جديد ببرنامج الخليقة أسطورة أم حقيقة أه نشكر الرب نحن رح نتابع موضوع طوفان طوفان نوح والفلك في الحلقة السابقة أعطينا عنوان يعني طوفان نوح ومقاييس الفلك لكن حبينا أن نتابع بذات المحور أو بالمجال فرح نسمي الحلقة أيضا طوفان نوح ومقاييس الفلك الجزء الثاني رح نتكلم أكثر شوية في التفاصيل الدقيقة وأنا سعيد جدا من جديد أن يكون معي ضيف البرنامج الدائم خادم الرب الدكتور ناجي اسكندر وطبعا رح نتابع الامور باسهاب مع حضرته انا بشكر الله على الخدمه الطبيه اللي قدمتها لمده 25 سنه في بريطانيا لكن خلاص ربع كتاب... قرن بكم... ك... بكفي 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 بكفاية لكن نشكر الرب من اجل البرنامج ده يا اسيس جون لاني بنطرح فيه كل القضايا العلميه والكتابيه وبنرحب بكل الاسئله علشان يكون عندنا يقين دي الامور المتيقنه عندنا زي ما لوقا الطبيب بيكتب مم. وبيقول الامور المتيقنه عندنا يس. اذ اخذ الكثيرون بتاليف قصه يس. في قصص بتدور حوالينا يس. لكن عايزين نوصل لليقين لان هو ده اللي مم. يقدر نبني عليه ايماننا عايز ابتدي بالصوره دي تاني مره تانية يا اسيس جون اللي هي صوره الفلك والناس اللي موجوده علشان في افتتاح الفلك زي ما قلت في سنه 2016 ده شكل الفلك من الداخل واحنا شفنا الصوره دي قبل كده ودي عدسه مخصوصه عشان تورينا حجم الفلك من الداخل وفي ثلاث طوابق وزي ما قلت كان في الاف الناس ماشيه في الفلك وكان في نفس الوقت في مساحات وكافيه وبنتحرك وفي الاكزيبتس الاقفاص وفيها رموز او اشكال متوقعه لراس العائلات اللي دخلها الله م. لنوح من البهائم بهائم وطيور وغير. السماء نعم ادي شكل تاني في طابق اعلى وبنشوف فيه الأعمدة الكبيرة قوي من الخشب والأعمدة دي طبعا ضخمة جدا جدا وموجودة في ناس كتيرة بقى بيقولوا هل نوح كان عنده التكنولوجي اللي يبني كل الكلام ده فده سؤال هام جدا لازم <applause> نواجهه طبعا الإنسان الأول كان عنده حضارة وعنده معرفة عالية جدا 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 ما قبل الطوفان فبنقرأ في سفر التكوين أصحاح أربعة إن من نسل قايين كانوا بنوا مدينه فبناء مدينه دي فيها هندسه وفيها ارقام وفيها م. حسابات والحاجه اللي عملوها كمان ان كان عندهم مواشي بيربوا مواشي فكانوا عارفين في علم البيولوجي وازاي يربوا مواشي ويعتنوا بيها ويتكاثروا اشياء من هذا القبيل وكان عندهم تقدم موسيقي فكان كل اله ومزمار م. هذا أمر دقيق جدا حتى جداً تصنعه بالضبط yeah. فدول كان عندهم هذه القدرة الموسيقية. اللي أكتر من كده بقى في النحاس في النحاس <applause> ده في الألويز اللي هي النحاس والحديد yes. وعشان تفصلهم من بعض وعشان تعمل الحاجات دي كلها شيء معقد جدا. فإحنا بنفتكر إن الإنسان الأول كان بدائي <applause> وكان عايش في الغابة وكان ما بيعرفش حاجة ده يعني فكر النشوء والارتقاء اللي بيحاول عم بيحاول ينزل يعني من مستوى البشرية بالزبط. حتى يسحق البشرية التي هي على صورة الله على ومثاله لكن الإنسان الأول كان عنده قدرات عالية مم. أنا عندي محاضرة كاملة عن هذا الموضوع لكن عايز بس أقول نقطتين صغيرين بناء الأهرامات اللي تم بعد الطوفان لا زال عمل عظيم مش عارفين إزاي تم لكن بنوا كل ده بدقة متناهية فالإنسان الأول كان عنده حضارة متقدمة في حاجة اسمها ستون هينج عندنا في إنجلترا في جنوب إنجلترا دي عبارة عن برضو أطنان من الحجارة محطوطة في أعمدة وعليها وحاجات بالعرض ولسه مش عارفين من بناها بالظبط كده فدي كلها حضارات ما بعد الطوفان فما قبل الطوفان كان هناك حضارة عالية جدا 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 وربما كانت البنية البشرية قوية جدا جدا أيضا طبعا والذكاء البشري كمان نعم. في انه يستخدم الو... ال... الحاجات الطبيعيه yeah. آه الميه والحاجات دي عشان يفصل بيها حاجات احنا ما نعرفش كل التكنولوجي اللي كان عندهم mm. فالخلاصه ان نوح كان يقدر يبني هذا الفلك no, no. دي الخلاصه اللي عايزين نوصلها صحيح فادي الاعمده دي الكبيره بتاعه الخشب آه ودي من اشجار وطبعا الارض كانت فرتايل جدا mm. وكان في اشجار كفايه جدا yes. بس منين جابوا هالشجر هيدا جابوه في بامريكا في شجر آه. عالي جابوها في مكان انا مش فاكر اسمه دلوقتي في شركه هي اللي عملت لهم كل ده باشجار عاليه في حاجات بالاطوال الطبيعيه بتاعه الاشجار بتاعتها واو ده شكل الاقفاص المقترح طبعا الكتاب المقدس قال له اعمل اقفاص عشان تحط الحيوانات فهم صمموا الاقفاص بهذا الشكل وانه فيها تهويه عشان يدخل لهم اكسجين وأحجام مختلفة لأن نوح كان عنده فكرة عالية جدا عن الحيوانات وعن أحجامها وعن أنواعها لأنهم كان عندهم إدراك عن علم البيولوجي علم الأحياء ويعرفوا كويس جدا عن الطيور وعن الحيوانات ده شكل مقترح برضو بيعتمد على دراسات كتيرة تمت للحضارات القديمة ده نوع من توزيع المية بيورينا آنية فخارية والأنية الفخارية دي بتتملي مية وتتوزع علشان تخدم أكتر من قفص مم. والفكرة في كده أنه في 8 أشخاص هم اللي هيتابعوا وهم اللي هيعتنوا بكل عدد الحيوانات دي هنتكلم عن عدد الحيوانات بعد شوية تمام؟ ففي ميكانيزم في طريقة محطوطة في التصميم عشان توصل المية لهذه الحيوانات دي احد الاشكال المقترحه للحيوانات اللي دخلت ليه بشكلها غريب كده؟ <applause> لانه الرب دخل راس العائله زي ما قلنا في الخلق الكتابي الرب خلق حسب جنسه كجنسه 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 <applause> والمثال اللي دايما بقوله لو قلنا مثلا ان في 200 نوع من الكلاب الرب ما خلقش 200 نوع من الكلاب في اليوم السادس لما خلق دبابات الارض هو خلق الذئب والذئبة على قمة هذه المجموعة اللي فيهم الشفرات الوراثية اللي تتحول إلى 200 نوع من الكتاب أو أكثر رائع فهم عملوا دراسات في Answers in Genesis. وأنا تقابلت مع ناس من اللي عملوا هذه الدراسات عملوا دراسات دقيقة جدا للحفريات وإيه هو شكل الكايند وإيه اللي هو العائلة ورأس العائلة وإيه الشكل المقترح لهذا الكائن وعملوا هذه المناظر لأشكال دبابات الأرض اللي دخلت إلى نوح ده مناظر برضو بتورينا الحيوانات المقترحة وعملوها بكل دقة وبمقاسات على قد ما تكون دقيقة فهم مش عاملين حجم مكبر زي مثلا تدخل متحف يوريك أحجام مكبرة لأشياء لأ دي أحجام بقدر الإمكان بس بقول. حتى تخلي المشاهد يشوف يعني نسبيا شكل آه. بس هم بيعملوها بالنسب المتوقعه او المقترحه آه يعني يعني هم يعني بيقترحوا انه كان عمر الحيوانات مثلا سنة وسنتين وثلاثه آه. واربعه لا مش بيتكلموا عن السن بيتكلموا عن الحجم بتاع هذا مم. الحيوان نعم. ان الحيوان الصغير من هذه الفئه محتمل ان يكون جسمه بهذا الشكل آه. وحجمه بهذا وممكن الشكل وممكن تكون حالات كانت اعظم واكبر آه. في ذلك الزمن اه فالفكره ان هم بيحاولوا ينقلوا بقدر الامكان م. لانه ما عندناش كاميرا صورت م. ما عندناش وثائق موثقه ده احنا بناخد حفريات وبناخد معلومات وبتتجمع وبعدين بيحطوا هذا المنظر. حلو حلو المنظر يعني رائع جدا انك تذكر حضرتك الحفريات لانه من الحفريات بيقدروا يعرفوا الحيوانات التي طمرت في ذلك الوقت بزمن الطوفان وعندهم قسم على فكره للاكستينكت انيمالز يعني الحيوانات المنقرضه, نعم. توقعوا يكون شكلها ايه بناء على ابحاث برضه مش نعم. تخيلات يعني واحد قاعد فنان يفنن نشكر الرب لاجل طبع. هذه المجموعه طبعا هي حاجه رائعه يا, يا سي جون طبعا وعاملين حاجه اسمها متحف الخليقه مبني على السيفن سيز دي اللي احنا بنستخدمها في البرنامج وهو مكان رائع برضو يعني اتمنى ان احنا في يوم من الأيام نقدم جولة في متحف مم. الخليقة عشان المشاهدين الأحباء يتفرجوا على هذا مم. العمل العملاق ممكن, ممكن بنعمة الرب نتكلم مع إدارة الكرمة إذا بتحب تكرم علينا ونعمل مشروع صغير في هذا الإطار ونتكلم حول كل الأفكار بطريقة مدروسة في داخل إحنا في البرنامج ده بنقدم الفكر المعلن مم. في الكتاب المقدس طبعا واللي موجود في متحف الخليقة لكن طبعا لو عايزين نعمل جوله في متحف الخليقه نعم. ده شيء جميل هو حيكون رائع لانه ممكن نركز على فكره كل زاويه من زوايا الامور يعني ان طبعاً. كان على البهائم او على نوعيه الخشب او على التصميم طبعاً. على كل شيء طبعاً. بالطريقه المنظوره بالضبط نعم فادي الاشكال وفي في الدور الثالث هم عاملين living كوارترز يعني المكان اللي كانوا عايشين فيه طبعا ممكن نوحي يكون عايش في الدور الاولاني ما نعرفش بس ده النموذج المقترح فعاملين فوق إن ممكن يكون طبعا في حاجات متخزنه من الحبوب والحاجات المجمده وان ممكن في ضوء بيجي لانه بيشوفوا النهار والليل وهكلمك عن الضوء فكان ممكن اوي يزرعوا بعض المزروعات داخل الفلك دي في ما في دي ما ببالي. ما طبعا <applause> وما ما ببالي قبل ما ازور برضه. <applause> بس هم حاطين مزروعات. حاطين مزروعات طبعا ده يعني. ده شيء رائع. ونماذج ممتازه مم. واوضه مم. كمان فيها زي ورك شوب لو مثلا حاجه اتكسرت ممكن يصلحوها. حلو داخل حلو. المكان ما هم قعدوا سنه وشويه طب بالنسبه للامطار والشرب والمياه يعني ممكن نتكلم عنها بالجزء لا دي لازم من الحلقة. لا عايزه وقت دي كمان دي محتاجه آه. وقت دي محتاجه وقت اشرح لك ازاي الامطار كان مم. ممكن تتجمع وفي حاجه زي البامبو اللي موجود عند الصينيين مم. في قنوات تتنقل قصب البامبو قصب البمبو. نعم. ممكن تكون قنوات مش لازم نحاس وحديد وكده وبلاستيك ما كانش عندهم بلاستيك ياس. لكن كان بتتجمع الميه دي وبتتخزن في اماكن حلو. ده موضوع ضخم رائع جدا طيب رح ناخذ دكتور <applause> فاصل صد قصير صد بس شيء رائع انا انا ريلي <applause> متمتع بالموضوع <applause> اوكي مجدا للرب احبائي نشكر الرب الرب يعني فعلا عم يعطي صوره واضحه يعني امام اذهاننا لحقيقه الطوفان وما حدث في ذلك الوقت ارجو من كل قلبي انه يعني نتعظ ناخذ عبره في الامر الرب تكلم عن صدوم وعموره بالماضي وقال بالكتاب المقدس انه جعلت عب عبره يعني كأنها جعلت نموذج وعبرة للذين سيفجرون فليش ما نتعلم من التاريخ والماضي ونطيع الله ونأتي إليه طبعا مش رح أقدم رسالة في الوقت الحالي رح نخليها للنهاية لنهاية الحلقة رح نأخذ بنعمة الرب فاصل قصير ونعود إلى حضراتكم ابقوا معنا من فضلكم شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج إن كان لديك أي سؤال أو استفسار او ان اردت الحصول على احدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714 709 4300 او راسلنا على البريد الالكتروني info.alkarmatv.com كما يمكنك زياره موقعنا الالكتروني على www.alkarmatv.com او راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach California 90740 احبائي برحب بحضراتكم بعد الفاصل، نحن طبعا عم نتابع برنامج الخليقه اسطوره ام حقيقه؟ والان نحن ندرس مقاييس الفلك، فالحلقه بعنوان طوفان نوح ومقاييس الفلك الجزء الثاني، ونشكر من تابع مع الدكتور الفاضل الدكتور ناجي اسكندر حول هذه المواضيع، دكتور الامر شيق جدا جدا،, جداً. انا ريلي متمتع وارجو انه احبائنا المشاهدين يكونوا عم يتمتعوا في طبعاً. هذه المعلومات القيمة. نشكر والمدروسه رب. بدقه جدا. طبعا. نعم. لانه احنا عندنا الحق يا أسيس جون، احنا مش خايفين ان احنا نناقش. نعم. احنا عايزين الناس تدخل في حوار ناضج معنا علشان نشوف حقائق الكلمه المقدسه. نعم. فالصوره اللي شفناها قبل الفاصل هي الصوره اللي قدامنا على الشاشه دلوقتي اللي هي بتورينا انه كان في ممكن يكون بيعملوا بعض النباتات يخلوها تنمو في في احواض صغيره. آه وممكن يكون بيجنوا منها اشياء. تعالى بعد كده نشوف آه سمه الطوفان قد ايه الطوفان ده كان هيكون حجمه قد ايه هيكون آه الطوفان ده مدمر م. وايه حدوده علشان نشوف الفلك ده يقدر يتحمل الطوفان ده ولا لا؟ المقاييس يعني المق... اه مقاييس الفلك هل تتحمل شده الطوفان اللي هيحصل ولا لا م. والخشب المستخدم مثلا اه ده شيء جميل جدا <applause> نعم الرب قال ان خشب الجوفر وده طبعا ده موسى بيكتب عن خشب الجوفر كان نوح يعلم ما هو خشب الجوفر لان احنا م. ما نعرفش ايه هو نوع هذا الخشب سماه بالتسميه الواضحه من خشب الجفر. بالظبط وقال حاجه تاني مهمه جدا قال انك تطليه من الداخل ومن الخارج بالقار بالزفت بالزفت حتى القار. ما تدخلش المياه عشان ما تدخلش المايه نعم. وده حط تساؤل كبير قوي منين جاب الزفت؟ <applause> منين جاب الزفت بالظبط <applause> كده ده نعم. مهم قوي نعم. ليه؟ لان الزفت هو احد منتجات البترول هل كان عندهم شركات بترول بتكرر بتطلع البترول من الارض وبتكرره وبتطلع الزفت ده عشان هو يحطه يبقى ماده عازله؟ الاجابه على كده لا بس يبين الزفت ده الزفت ده عباره عن ماده صمغيه كانت في الاشجار وبياخدوا هذه بيجنو هذه الماده الصمغيه وبيغلوها, وبيغلوها وبيغلوها وبيقدروا يعملوا منها هذا الفاصل اللي احنا بنسميه <applause> طب في صعوبه انه يكون فعلا يعني قار الزفت يخرج مثلا بالعراق بيقولوا يعني ممكن حضرتك تكون ماشي وتشعر انه تحت رجليك في يعني بحيرات زفت. من البترول والزفت اه ففي صعوبه مثلا ده لا ده راي ثاني موجود على فكره وراي محترم نعم. لكن انا باخد الخط الابعد بمعنى ايه هقول لهم ما فيش تكرير وما فيش زفت طالع مم. خالص يعني بناخد طبعا دي احتمالات نعم. لكن في بنعرف ان في اشجار ليها مم. ماده صمغية, صمغيه بتطلع ده موجود نعم. ده حاجه ما نختلفش انا برايي معلش مع احترامي لكل الاراء المتنوعه انا برايي انه لابد انه كان القار اللي هو الزفت لأنه يعني واضح انه قار نعم. آه كان قال آه ماده صمغيه فلا انه كان في بمتناول نعم. يدهم بس هم مش قادرين يوصلوا على يعملوا تكرير عالي آه. وتنقيه للبترول الفكره انها ماده عازله نعم. في الترجمه المضبوطه ان نعم. يعني ماده عازله محطوطه عشان تعزل هذا الفلك طيب. هل كانت قار كمنتج من البترول ده الكتاب سماها بالعربي بالنسخه آه. العربيه القار دي في الترجمه نعم. في الترجمه هي ماده عازله زي ما صفت نوع موسى م. كان برده مغطى عشان ما يس. يطبش yes. Yes. فالفكره كالاتي ان دي ماده عازله تمنع دخول الميه وان الفلك يقع مثلا الاخشاب عشان تدخل في بعض ويتعمل مسامير فبتتعمل ممكن مسامير تكون خشب بيحطوا مسامير الخشب وبعدين في التصنيع بيحطوا ميه تنفش فتقفل على هذا المكان حلو دي اه دي حلوه انه يحطوا ميه تنفش اه يس يحطوا الفجوه اللي عايزين يوصلوا لوحين مع بعض ويحطوا آه مسمار خشب وشويه ميه فتنفش الميه الخشب المسمار ده يمتص الميه فيتمدد حجمه فيقفل على ده وتفضل القفلة قويه جدا. واو كل الحاجات دي مفصوله هندسه رائعه في <applause> كتاب كتاب اسمه ثينكينج اوتسايد ذا ارك عن نو نو ارك النوح الفلك بتاع نوح في تفصيلات كتيره قوي وفي كتاب تاني اسمه visibility study of Noah's ارك معناها الدراسه المحتمله ل... ل... لبناء فلك نوح برضو جميل جدا دي مم. كتب جميله جدا جدا و... و... والواحد بيستمتع انه يقعد يقرا ويتعلم منها حاجات كتيره قوي حاجة. حاجة. فدي كلها حاجات مقترحه لكن نعرف ان في ماده عازله القار ده هنسميه من هنا ورايح ماده, مادة عازله نوعها ايه؟ ممكن يكون السمغ او ممكن يكون من القار اللي طالع من الارض، ممكن نعم، نعم. احتمالين. انا شخصيا بميل إنه موضوع السمغ لكن ما فيش مانع ان حد تاني يؤمن بفكره تانية نعم. مش دي المشكله، المش... القضيه هنا الفكره كلها هي بس مادة, مادة عازله نعم. بالظبط كده. طيب الفلك ده لازم يتحمل حراره وضغوط وامطار والبراكين الشديده اللي هتطلع دي فلازم يكون قوي جدا. وعلى فكره لما يكون م. في سونامي في قاع المحيط أأمن مكان الواحد يتواجد عليه هو سطح الميه م. فلما الواحد يكون في سطح الميه وفي سونامي حاصل ما تكونش على الارض تكون على على الميه ما يحصل لكش حاجه خالص الا اذا تسونامي شدت الميه ورجعت ردتها ما هو انت اه سوة طبعا بوضع خاص ما انت مختلف. مش على السطح ما لا. انت لازم تبعد عن عن الشاطئ هو خلاص يعني حاله خاصه اه لا هو الفكره انك لما تكون بعيد عن الشاطئ وفي وسط المحيط وفي تسونامي حاصل ما فيش مشكله تمام نعم. كل الطاقات وتوزيع الميه نتيجه والرب نعم. طبعا وراء كل الامور هو هو صانع كل شيء طبعا طبعا الحمايه الالهيه قائمه نعم. على فكره احنا ما بنقول الكلام ده مش بنتفلسف احنا بس بنحط نعم. المقاييس العلميه لهذا العمل علشان الناس ما تقولش دي تخريفه لكن طبعا الرب هو الحافظ yeah. وهو هو اللي اعتنى بالحيوانات ومحدش منهم مات في الفتره دي عشان يطلعوا يسمروا صحيح. طب ما هو الرب طبعا لانه لو لو حتى الحيوانات اللي غير طاهره أه. لو مات منها الذكر او الانثى انتهى هذا النوع انتهى الصنف فطبعا في حمايه الهيه حوالين كل الموضوع yes. لانه الرب هو اللي اغلق الباب كمان mm. فيعني طبعا في حمايه الهيه وفي عنصر الهي احنا ما بنتكلم عن العنصر البشري او الاشياء البشريه دي دي علشان نوضح بيها انه الكلام ده منطقي ومعقول وممكن يحصل تمام نعم. تعال نشوف بقى الطوفان ده كان حجمه قد ايه وشكله قد ايه عشان نشوف بيه اذا كان هيقدر يحقق ده ولا لا عايز نتفرج على الفيلم الصغير ده اللي هيورينا الطوفان بكل العنف اللي حصل علشان يدينا فكره عن حجم هذا الطوفان تعال نشوف الفك... الفيلم ده مع بعض あっ <laughs> <laughs> الرب. طيب مجدا للرب. فده بيورينا الطوفان كانوا الناس يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون وحياه عاديه جدا لحد لما جاء الطوفان وهم رفضوا انهم يقبلوا غفران الله ويدخلوا في الفلك فكانت النتيجه الدمار الشامل اللي شمل العالم كله وأثر على طبقات الارض وعلى الحفريات وموت الناس اللي كانوا موجودين خارج الفلك. ده شيء مرعب جدا جدا. طبعا ابليس عم بيحاول جاهدا انه ينفي هذه الصوره وهذه الحقيقه من اذهان الناس حاليا وعبر الاجيال لكن لانه بيقول لك اذا كان ربنا حلو ومحب فكيف بيقدر يعمل هذا العمل المرعب مرعب جدا بالزبط. لانه قضى على كل نفس حيه بالضبط لكن هو اعطى كل نفس حيه فرصه للتوبه ولم نعم. تتب فهو الله اله عادل ما نقدرش نقول ما عندوش كلمه زي بعضه اوكي مم. يعني لا باس لما ينفعش لانه لانه زي ما قلنا لو في قاضي جالس في المحكمه بتاعته ولكن النهارده يوم الغفران يدخل واحد قاتل يقول له النهارده يوم الغفران خلاص معلش مشكله واحد سارق نفس الحكايه مش ممكن هيبقى قاضي في نهايه هذا اليوم صحيح فالله صحيح اللي هو يعني قاضي القضاه الذي يصنع عدلا انا بتصورت الدكتور انه حتى ربنا مبارك اسمه في يوم الدين الناس عم تحتج عليه هلا هم احرار بيصدقوا وما بيصدقوا هم احرار بس يوم الدين سيتبرر اذا جاز التعبير الله في ذهن كل انسان بالضبط وسيعرف كل انسان انه الله عادل فوق الب... يعني فوق حدود عقلنا، عادل بشكل عظيم جدا ومحب بشكل عظيم عشان جدا عشان كده ليكون بارا ويبرر كثيرين نعم. عشان كده الصليب عشان نعم. كده كل غضب الله كل نتيجه الخطيه او عقوبه الخطيه المروعه نعم. حملها الرب يسوع الطاهر النقي نعم. الذي لم يعرف خطيه نعم. علشان كده اللي يرفض عمل ابن الله ما, ما فيش حل ثاني الله عطانا كل الوسائل للغفران والعوده اليه صحيح فلما تفضل لا تفضل فاذا <تصفيق> 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 طيب فاذا يعني نحن صحيح انه مش قادرين نفهم كل ابعاد الامور لكن العوده الى الكتاب المقدس يساعدنا على فهم الكثير الكثير من الامور ومن من كلام الله ومن شخصيه الله الى حد محدود طبعا لان مين بيقدر يحد يسبر اغوار الشخصيه الالهيه لكن كل اللي نقدر نعرفه احبائي كما راينا انه نفهم نحن من كل الكتاب انه في اشياء بنربطها ببعضها مثلا انا لما شفت بالفيديو الباب عم يغلق جاء لذهني انه بحسب لوقا 13 الرب يسوع بيقول اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق لان كثيرين سيطلبون ان يدخلوا في ذلك اليوم ومش رح يقدروا يدخلوا لانه خلاص اغلق الباب لانه من بعد ما يكون رب البيت قام واغلق الباب رح توقفوا وتقرعوا من برا من الخارج افتح لنا افتح لنا نوح بتصور اذا كان في شعوب حواليه ولا بد انه كان في شعوب حواليه ويمكن ناس كتير اشتغلوا بالفلك بس ما دخلوش يا ما ناس اشتغلوا بالفلك وما دخلوش لهم وعائلاتهم يا ما في ناس بيعيشوا بالاجواء المسيحيه ومولودين في بيوت مسيحيه بس مش رح يدخلوا الى الامجاد السماويه لانه لم يؤمنوا بالمسيح بالطريقه الصحيحه امنوا به هنا بس عاشوا حياه عالم ولم يعيشوا حياة التكريس والتوبة الحقيقية من أجل ذلك الرب يساعدنا ننتبه إذا أغلق الباب ساعتها مش رح ينفتح مش يعني خلص It's خلصت cool it. ليش ما بنقبل المسيح المسيح عم بيقول لك تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم من شو بريحنا بريحنا من خطيانا بيحمينا من الغضب الآتي بيعطينا أن نتعرف عليه لأن المسيح هو صورة الله غير المنظور الله لم يره احد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر مش في حضن الاب اوعى يعمل له كده لا هو في ذاتيه الله المسيح هو الذي رايناه وراينا من خلاله جوهر الله الذي هو رسم جوهره الذي هو طبعا بهاء مجده اي بهاء مجد الله ورسم جوهره اي جوهر الله لهذا يجب ان ننجو قبل ما يغلق الباب قل له يا رب ارحمني انا امنت فيه بقبلك مخلص شخصي لحياتي مت على الصليب حتى تبرهن لي حبك العظيم فانا بقبل هذه المحبه وبقبل اني اتوب ولازم توب اصلا ونجيني يا رب من الغضب الاتي غسل القلب الخاطئ بدم ذبيحتك لانه بالذبيحه هناك مغفره للخطايا واسكن في بروحك يا رب وساعدني وقود دفه حياتي اذا لاحظتوا انه الفلك ما له دفه ليش لانه الرب يقود الدفه انا بسلم بس حياتي للمسيح المسيح بيقودني وبيقود خطواتي وانا واثق انه هو احلى قبطه احبائي طبعا رح نتابع المواضيع الاخرى من جهه الطوفان وغيره وغيره ابقوا معنا بنعمه الرب في الحلقات القادمه بشكرك دكتور من جديد بشكر حضراتكم الى اللقاء في حلقه جديده انت ان المسيح بمجيء